مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من البحيرة. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا غادي نقربوكم من الأسعار ديال السمك اللي يقدر أي واحد يتقطاه ويشريه. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا ماشي مشكلة، هي راه قاية المزيد. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الحوت اللي يقدر ان اي واحد يشريه. الحوت هو كيف ما كتشاهدوا معنا كاين هنايا لانشوبه، لي زونشوا دايرين الثمن ديال 15 درهم للكيلو، السرجين داير الثمن ديال 15 درهم للكيلو، كبايله 10 درهم. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا كبايله حتى هي موجوده اليوم في السوق. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا ديال الحوت بارابور مع مناطق اخرى، راه الاثمنه ديال الحوت في البحيره ناقصين بزاف. راه الناس كيجيو وكيتقداو الحوت وكيجيو من بلاصه بعيده وتيديو الحوت ديالهم، كيجيبو غير سوبيره معاهم ولا شي حاجه وتديو الحوت ديالهم حيت ناقص في الثمن. وكيف ما كتشاهدوا معنا تيكون عليه اقبال كبير. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا لانشوبه، لا خويا ماشي كونجلي، هذا ماشي كونجلي، هذا حوت اصلا اليوم وجاي من جديده. ولا اسف انا غادي نتاكد دابا من عند السيد اللي كيبيع هنا. هذا حرتو كثمن ديالها هي 20 درهم. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا يعني الحوت تبارك الله راه موجود. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاثمنه ديال السمك، الحوت جديد ديال اليوم. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا نتوما كيف ما كتشاهدوا هذا الثمن، هذا الحوت سميتو حرتو كثمن ديالو هو 20 درهم. وشي حاجه جديده نتوما نوريكم، شوف يعني حوت جديد تبارك الله ومزيان. هذا كيجي طاجين، هذا الحوت حرتو كم طاجين. اها كتجي قراق سيدنا موسى بالثومه ياك. هاد الحوت الطاجين كيجي رائع، الطاجين كتجي حرتوك دول بروده. دول بروده 20 درهم، يلا سمعتوا. يلا 300 السرجين شحال خدت هو؟ 300 لانشوبه 300، لي زونشوا دايرين 300 دريال. كبايله اللي داير 10 درهم، وهي كبايله كبيره ماشي ديك الصغيره، هذيك كبايله كبيره تجي تبارك الله طون ولا تجي. شوف اخر الدم يجي ياكلها الوالد. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا باقي شي حاجه باقي. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الوقيته دابا يلا العشره تقريبا الصباح، السلعه بدات كتقاضى بحكم ان كاين لا كاليتي والناس هنايا. هذا ديال هاد السردين ديال اجل اسفي ولا جديده؟ هذه جديده ديال اليوم. السردين ما هيش كونجلاش اصلا، ما هيش كونجلاش. السردين ما تيتكونجلاش، هي الانشوبه الكبايله السردين ما تيتكونجلاش. اللي بغى شي شويه راه موجود السردين، موجود الحوت، الحوت اللي رخاص، الحوت ديال الدراوش. يعني كنعرفوا ان كاين واحد الانواع ديال الاسماك اللي كتكون غاليه وطالعه في الثمن، ولكن الحوت اللي كاين هنايا هاد حرتوكه دايره الثمن ديال 20 درهم. حرجوكه دايرها 20 درهم، السردين داير 15 درهم، الانشوبه لي زونشو داير 15 درهم، كبايله داير الثمن ديالهم هو 10 درهم، وديك كبايله كبيره ماشي ديك الكبايله الصغيره. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا حرجوكه بشحال؟ حرجوكه 400، 2 كيلو بسكامل. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاقبال اللي كاين بزاف على السمك. هذا السمك رخيص ناقص في الثمن.
قطعت الماء عندك كيلو مخلط 300 والفراك ديال حتوك على السكيل هي 500 ياك رديتي 500 تما خديت 500 ورديت 500 ماشي مشكل لا خوتي انت شوف هاد 300 راه شوفها غليظه عطيني حبه ولا جوج شوف كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا هذا ماشي حوت ديال الصحراء هذا الحوت هذا الحوت ديال هذا الحوت ديال الجديده ماشي ديال الداخل ماشي ديال الصحراء كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا هادو هما الاسعار ديال الاسماك هاد الصباح قلنا لكم الثمن ديال الحرتوكه اللي ثمن ديالها 20 درهم الانشوبه 15 درهم السر ديال 15 درهم وكاين كبايله اللي ثمن ديالها هو هو 10 درهم دونك كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا اي باب بسم الله الله يحل عليك الحوت موجود وكيكون عليه الاقبال بزاف والحوت كيف ما كتعرفوا ان فيه لا اوميغا 3 وكنعرفوا ان الفوائد ديال لا اوميغا 3 شحال مهمه في الجسم ديال الانسان دونك خذوا الحوت دخلوا في البروغرام في النمط الغذائي ديالكم يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هذه حرتوكه انتما كيف ما كتشاهدوا معنا هذه حرتوكه سمك ديال الحرتوكه هذا كريم خويا شكرا لك شكرا على التفاعل ديالك والكومونتير ديالك هذا الصباح معنا كنديروا هاد اللايفات الا وانكم تفاعلوا معنا وتخليونا دي كومونتير شكرا لك هنا السردين داير 15 درهم لي زونشوا دايرين 15 درهم والكبايله الثمن ديالها هو 10 درهم يعني الناس اللي مازال ما يلا باغيين يتكبداو الحوت هادو هما الاثمنه اللي كاينين هنا في السوق ديال البحيره هنا مشاهدين متبعي قناه شوف تيفي كنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث نتلاقاوكم ان شاء الله بث مباشر اخر موضوع اخر السلام عليكم ونهاركم مبروك